دايرين لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذه، مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد، فلوق جديد، احداث جديده في القناه. المهم بلا ما تمشي على الروينه اللي مرايا، راكم عارفين مع منال شهيوات اختي والروينه ديالهم. يلا دخلت استغليت الفرصه، الفيديو اللي غتفرجوا فيه قبل من هذا يلا ساليته، باقي ما درتش ليه المونتاج، غنسالي دابا هاد الروينه باش نمشي ندير ليه المونتاج ونحطو لكم اليوم ان شاء الله، وهذا غتشوفوه غدا. استغليت الفرصة أنني عييت سيليا منين صايبات داك الفيديو اللي شفتو، منين طيبات لالا نعسات مشيت تسخرت وجيت. الحاجة اللي غنصاوب اليوم أنني كيكونو عندنا كلنا بدون استثناء كيكون عندنا البقايا ديال الورقة البسطيلة، ديال الورقة، البقايا ديال الورقة البسطيلة منين تنصايبو بها بريوات أولا بسطيلة أولا سيكاغ، ضروري كيشيطو من دوك الجنيبات وداكشي، ولكن مكنلوحوهمش. اليوم غنستعملوهم فواحد التحلية، يا سلام، وعلى قياس الجيب وفي متناول الجميع. دابا هنايا درت هاد
المنقه البسطيله اللي درت في الطبقه الاولى. بسم الله نحاول نخليها غير بشويه باش واخا هكاك الخيمة ما تهبطش ليا كلها لتحت. نحاول ما نخلي حتى شي بلاصه ما تكونش فيها الخيمة. غادي ندير دابا الحشوة الوسطانية، غندير شوية ديال الزبيب، شوية ديال الحموق على الزبيب، وغندير ليها حقة تانية باش تعجبها تاكلها. البارح أنا طورتها وصايبتها منهم والله العظيم إلا ما درت لهم حتى شي حاجة الوسط نهائيا، وكلاوها عجبتهم، ولكن ماشي بحال لي مولفين. المهم درت بحال هكا شوية الزبيب. دابا غادي ندير هداك الأوريو، نتوما تقدروا ديروا اللي بغيتوا اللي توفره. بسم الله، يعني ماشي الانسان يكلف راسو. راكم عارفين سيدنا رمضان تبارك الله راه فيه المصاريف، كيجي بخيرو بخميرو بمصاريفو بكلشي ليه. يعني الانسان اللي توفره يقول بسم الله ما يتشرطش. تقدروا ديروا فيها غير التميرات، تقدروا ديروها صغيره طاوله صغيره، يعني المول صغير. انا بالنسبه لي راه حقيقه قدرتي داكشي، علاش تقدروا ديروا شي مولي كون صغيور ولا اي حاجه متوفره عندكم. غندير دابا هاد الورقه هادي، نخلي ديك لاكريم تبرد شويه، ما غاديش نسقي الورقه دابا حيت الورقه كنسقيها بزبده مذوبه باش تعطيني اللون الذهبي وتجي مقرمشه من الفوق. نحاول نغطي كلشي متبقى تبان ليا حتى شي حاجه من هذيك الحشوه ومن الخليط اللي تحتاني، ونخليها واحد شويه بما انا نكون دوبت الزبده. دابا مازال ما دوبتهاش، دابا غندير الزبده تذوب. داك الوقت اللي غتشد فيه لاكريم اللي طراتها غتكون الزبده دارت، وغنجي ندهنها من الفوق باش غندخلها للفران وصافي. يعني حاجه بسيطه، وكنستافدوا من هاد البواقي ديال ورقه البسطيله، وما كنلوحوهمش ما كضيعش لنا النعمه. وفكره زعما تقدروا ديروها، انا البارح صايبتها في ليمون، نوريكم. ما صايبتهاش في مول كبير، صايبتها في هاد ليمون، هادو هما اللي صايبتها فيهم. جاتني 6 ديال ليمون بحال هكا، يعني صغير بريد وحليب من زوني. المهم نخليها تبرد كيف ما قلت لكم. دابا غنمشي ندوب الزبده باش ندهنوا الورقه ديالنا من الفوق وندخلوها عاوتاني للفرن. المهم بيد ما دابت ديك الزبده كتكون الكريمه ديجا صبطات بلاصتها صافي، ما غاديش نخافوا عليها مازال. هكايا كنحاول نسقي كاع الجوانب هما الاولين، وعاد نرجعو نسقي الوسط. كيفاش التحليه ديالنا نعرفوها طابت، حتى كنشوفوها تحمرات من الفوق تكملات كتجي مقرمشه. انا كندير لكم ديك عينيا مغمضين خصكم ضاربه البرد. المهم هذا مكان غادي تسالي طيب التحليه ديالنا ونشاركها معكم وتشوفوها كيفاش كتجي ولا اروح. خليكم معايا الوقت هذا اللي كطيب فيه هذيك التحليه. انايا شفتوني حطيت ورقه البسطيله، غنحاول نصاوب دي سيجار معمرين وبريوات معمرين. الحق ما غنعذبش راسي، والبنات خليونا عافاكم من ديك الفلاح الحلوة مقردة. هادي الكوسة شنو سميتها، كورجيت القرعة الخضرا زعما مشلضة ولا محكوكة، خزو محكوك. هادا ما بقاش مازال بريوات ولا سيكاغ، هادا ولا صوبة بيتزا تا هي تعدينا عليها حنا المغاربة. بيتزا فيها ها الفلفلة حلوة، ها الزيتون، ها الخضرة كاملة، البصلة. كون شافونا الطليان كرة انتحر. المهم بالنسبه ليا انا دابا غادي نمشي نغسل يدي وغادي نعمر لي سيغار ديالي غير بهذا الجبن. هذا حنا كيعجبونا يا اما بالفرماج يا اما بالجبن يا اما بالكفته. سك
عليه كفته مسوطيه مع شويه ديال توابل الكفته وفقط. الخضرة الوسط الملح اكثر من القياس العاج. انا غنعمر لي السكر بعدو والبريوات ونطلق معكم. كتجي ولا ألد ولا أروع بنينة. المهم أنا حطيت أنايا في الطبسيل باش نوريها ليكم كيفاش كتجي من الداخل. كتجي مقرمشة من برا ورطبة من الداخل. كان أحبابي بالنسبة للفيديو ديال اليوم، المهم أنا بالنسبة لي راه تعمدت أنني منبقاش نصور مائدة على قدها أولا الطبيلة على قدها. كنصور لكم كل حاجه بوحديتها، كنشارك معكم الطريقه ديالها وكيفاش كتجي فقط. اما بالنسبه للطبيله كامله نصورها نو 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 نو. تهلاو لي فراسكم، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. نهاركم مبروك احبابي، وصيام مقبول ان شاء الله وعباده مقبوله. باي.